بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا إن شاء الله الدرس الثالث اللي هو جواب على الأسئلة. ما زلنا يعني نستنى في اقتراحاتكم، نشوف أنهي اقتراحات الأكثر يعني طلب، ونشوف إذا كان نواصلوا ولا نوقفوا عن الموضوع هذايا، ولا نعمل اقتراح آخر ونشوفوا شنو اللي نعمله بالضبط. هذا يا أخويا ياسين يقول لي ربي يحفظك، ربي يحفظنا ويحفظك ويحفظ لك القربوج هذايا دي في التصويرة، هذا جزيري خالص يعني. بارك الله فيك خويا ياسين. ماتريكس ناصر بارك الله فيك، ممكن الموسيقى المستعملة في الفيديو خويا ناصر؟ الموسيقى هذه موجودة في مكتبة جوجل، مكتب بيبليوتيك جوجل ميوزيك، ميوزيك تو تخرج لك عدة أنواع من الموسيقى كلها يعني، يعني مسموح باستعمالها، لكن انا نسيت حتى اسمها، يعني اسمها نسيت، ولكن هي ما خذيتها انا من المكتبه نتاع جوجل ميوزك. وبارك الله فيك ربي يحفظك. اختنا هذه كراكوت قالت ربي يبارك لك ويبارك لنا ويبارك لك اختي، عايش اختي بارك الله فيك. شكرا على المعلومه، على المعلومه يا شيخ. حبيت ننبهك ان الصوت مره يكون بعيد وغير مفهوم، انا بحاول له كل مره نصلحه حاجه، وان شاء الله ربي يوفقنا وبارك الله فيك. شكرا يا اخويا رفيق. هذا يا رفيق زاد كيف كيف هو، يعني قلت له يرحم والديك، رجع لي يرحم والدينا والديك اجمعين ان شاء الله. هذا يا فتحي شبلي قال لي برافو، شكرا بارك الله فيك اخويا فتحي. هذا يا كومونسا لو دي سون بابر بارغرافيت كومون لا بومب اسبير لو. المهم السؤال ما فهمتوش برشا، لكن حبيت نفهم العمليه هذه على السيد اللي استعمل في اللافاج. عامل سيترنا، هي عامل سيترنا كبير، ريزرفوار كبير فيه حوالي 1000 ايترا. الماء اللي جاي من برا يصب فيه، الماء اللي هو نقولوا احنا بتاع الحاكم، الماء اللي هو جاي من شركه المياه يصب فيه، يعبي هك الخزان 500 600 700 حتى 1000 لتر، وحط البومب فوق منه. هاني تشوف فيها البومب فوق منه، وتسبيري البومب وتعدي طول الرشاش هذاك نتاع نتاع اللافاج اللي هو فيه اللي يخرج الماء باش تغسل السياره. يعني ان شاء الله اكون، ان شاء الله اكون فهمت الموضوع خويا احمد وبارك الله فيك. الله يدخلك للجنه امين اجمعين، انا وانت وجميع المسلمين امين يا رب العالمين. يا يا نبيلا لايف ماذا بيكم ديما اخواتي اخواني، يعني تحطوا لي اساميكم باش نذكرها صحيحه بارك الله فيك. تكلم بالفصحى لاجل ان نفهمك، شكرا. عموما هذا حاضر، شكرا. وعلى الاقل يعني وقت اللي باش تتكلم هيك يعني باش تؤمر، امر يعني بلباقه او بحسن اخلاق، على الاقل قول السلام عليكم خويا سليمان، هذا سليمان ست، هذا سليمان سبعة، على الأقل شوية يقول السلام عليكم لو سمحت، مش طول هكاك تدخل يعني، يعني عيب شوية، أنا راها يعني غير، يعني غير لائقة. إن شاء الله ربي يهدينا ويهديكم ويهدي جميع المسلمين آمين. حاضر، أنا قاعد نحاول نفسر بالفصحى يعني على قد ما نقدر، وتعرف أنت يعني الفصحى هي في الصنعة يعني في أغلبية الصنايعي ما تنجم تتكلم بالفصحى، لأن فما قطع غيار وفما ماركات وفما كذا، ما تنجم تتكلم في الفصحى لأن أغلبية الحاجات احنا ما صنعناهمش. باش نقول لك أنا كلاس بالعربية شو نقول لك؟ يعني يقولوا له، يقولوا له في بعض البلدان يقولوا له وش السلندر، فما يقولوا له تستاتا، فما يعني شو نقول لك أنا بالعربية؟ شو نقول لك يعني؟ ما نجمش نقول لك إلا اسمه الأصلي اللي صنعوه، خاطر احنا ما صنعناش. وإن شاء الله رب يفهمنا ويعلمنا آمين بارك الله فيك. هذا يعني علق على عندي فيديو من فيديوهات القدم اللي حطهم ولدي، ولا حطيتهم أنا تقريبا في أول ما بدينا حوالي سنتين، يعني فيديو ما فيه حتى كلمة، فيه صور يعني كتجربة. هو كتب لي أوكين كومنتير سي ميو ريان أفوار. بارك الله فيك خويا يونس، هاك انت بيدك يعني اقترحت اللي هو ما يكونش فما كومنتات احسن، انت هذا رايك وانت حر فيه،
بارك الله فيك. انا كتب لك قلت لك انا اسف هذا الفيديو قديم وانت ما رجعت ليش حتى ما خدت خاطر، شكرا. عموما هذا يا جزيري حسام، سلام عندي كليو 2.2 اسونس 5 شفو، اول ما تشعل الريزيرف الرنونتي يطيح، تنجم تعاود تخطفها وفي ساعة في صعدة مهما كانت صغيرة والفيتاس يطيح، هزيتها لعشر ميكانيسيانات والمشكل هو هو، ممكن تبدأ فيها بلا إيسونس إيرانتي هابطة إيرانتي هابطة هابطة انتابل انتر 1500 و 2200 تور، وفي كي نخطفها 2000 تور بار مينيت، بربي شنو الحل. مرسي دافونس. والله يا اخواتي راكم تعبتوني في الكتيبه هذه نتاع العربي المكسر، يا اما اكتبوا لنا بالفرنسي يا اما اكتبوا لنا بالعربي اللي هي لغه القران. بارك الله فيكم. خويا جزيري حسام هذا يعني يحكي على سيارته، على ما اظن حسب درايتي وحسب خبرتي ان عندك الدريت نتاع ليسونس مقلوب اللي هو لالي في الريتور والريتور في لالي، او عندك حاجه في الريزرفوار كون الدريت الاسبيري ليسونس باش يهز للموتور قصير اللي هو في البومب، يعني فما حاجه في اشكاليه في الريزرفوار بالنسبه للصعده وبالنسبه للريزرف، وبالنسبه للرونتي هذا اذا كان هي ما عرفش هو قال لي 2002 اظني اسمه اني 2002 اني 2002 معناتها كور بابيون نورمال، هذاك الرونتي من الكور بابيون. فما لي كور بابيون ريغيلاتور دي رونتي نتاعهم يتفك كعبتين فيس لازم تفكها ونظفها، وفما اللي ما تفكش حاول اغسلها، نفكها ونظفها واغسلها كما شفت في بعض الفيديوهات وعاود رجعها وشوف اذا كان سافا سافا سينو لازمك تبدلها. مبارك الله فيك. انا كتبت لك هنا قلت لك عملت فحص ولا ما رجعتليش، انا عموما فرصه هذه قلنا يستنفعوا بها الناس كل. هذا لطفي اللي رحم والديك ولينا وديك بارك الله فيك وربي يفضلك البنوته قربوشه. هذا نادر بيجي بونجور عم مختار، جي ان توينغو موديل 2004 موتور 2.1.2 16 فالف 5 شفو 4 سيلندر ماشيه 200 ميل الموند، عندي مشكله ما عرفتش وين نمشي في الديماراج، نحس كيما تغرويت في جهه العجله اليسار، وانا هنا عجبت قلت لهم عليكم السلام نحس ما اما في رولمون العجله والا في البوات. وعلى فكره اخواني اخواني ماذا بكم اللي هو يلقى حل صحيح اللي انا قلت له ما فيها بس كي ينفع اخوانه ويكتب تحت الفيديو هذا راني الحل اللي قاله لي عم مختار صحيح او راني راه مش صحيح ولقيت حاجه اخرى ما يستاهلش خلينا تنفع، يعني مش مشكله انا لقيت صحيح ولا مش صحيح، مش مشكله عندي، مشكله نحب الناس يعني العموم يتسامحوا اكثر ما يمكن. مبارك الله فيكم. هذا يا حسان حتروبي، سلام عندي بولو 6 اسانس 1.2 5 شفو، مشكل فيها ما تسخنش الهواء كي نحل الفونتيلاتور في الوسط الكهرباء، شنو نجم يكون المشكل؟ المشكل يا خويا انا اظني جاوبتك عليه وعليكم السلام، اما الماء ما يدخلش للراديتير والا الروبيني ما تخدمش والا يعني مسكرينها، هي ساعات تبدا انسان شاري سياره ما يفيق بالمشكل هذا كان في الصيف في الشتاء عفوا يفيق بالمشكل هذا كان في الشتاء وقت اللي يحاول يستعمل الشوفاز نتاعها الدخلاني ما يلقاها ما تسخنش، ينسى اللي هو فما ماء سخون لازم يدخل في وسط الكهرباء ويعاود يخرج يرجع للراديتير. تو ان شاء الله كما قطع علي واحد من الاخوه ان شاء الله كل مره نجبد لكم موضوع ونحاول نجبد صور يعني باش نفهمكم عليه، خاطر كيما تو وقت الشتاء لازم الانسان فما حاجات لازم يعرفها باش يعرف ايش يعمل، وان شاء الله اللي يلقى حل كما قلت لكم يلقى حل كذا يكتب يقول انا لقيت الحل الفلاني باش الناس تستنفع. مبارك الله فيكم.
هذا بارك الله فيه رد يعني، قال لي عايشك عم مختار، شكرا. حسروبي حسان، حسانك تقريبا اي. سين مختار لاباس عليك، نخصنا فيديو على ما على على قلنا ايسونس ومشاكلها. حاضر اخويا رد رد ردون هذا ان شاء الله، ان شاء الله عندما تتوفر السياره، اذا كانت جتني سياره ايسونس ولا حاجه، نحاول انا كل ما نحصل سياره اللي فيها عيب وكذا نصور فيها، ما نخليش فرصه تفوتني. ان شاء الله ربي يبارك لكم جميعا.